مباشرة، والسيد آه وزير وأنا الخارجية معي أيضا وليد المعلم تحية في وزارة الخارجية ليدلي بصوته بعد أن تعافى من يعطيك الصحة. العملية الجراحية التي أجريت له. طبعا الآن نتابع السيد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مبنى وزارة الخارجية، يستقبله عدد من الموظفين في الوزارة وعدد من الذين جاءوا للإدلاء بصوتهم أيضا في مقر وزارة الخارجية. طبعا نشاهد أيضا السيد الدكتور فيصل مقداد نائب وزير الخارجية يمنح هويته حاليا ليحصل على ورقة وظرف ليذهب إلى الغرفة السرية كما هو معتاد، وإجراءات الإدلاء بالصوت. طبعا كما هو واضح في الصورة أن السيد وليد المعلم معافى إن شاء الله، وله محبة خالصة في القلب، ولطالما لعبت هذه الشخصية دورا كبيرا في رسم السياسات الخارجية لسوريا. لا ننسى الموقف الذي عبر عنه والذي يعكس فعلا الثوابت الأساسية في السياسة الاستراتيجية السورية في مؤتمر جنيف، عندما بقيت كلمة سوريا صامدة غير قادر أحد على اختراقها أيا تكن هذه الشخصية. وكان الموقف الذي حاول البعض وضع سوريا فيها من خلال وزير الخارجية الأمريكي، أو التوجه إلى وزير الخارجية الأمريكي، يبدو حاضرا دائما وسيبقى أبدا. إذا الآن في مقر وزارة الخارجية في دمشق السيد وليد المعلم وزير الخارجية معافى، يدلي بصوته في صندوق الاقتراع برفقة عدد من الدبلوماسيين السوريين وبحضور وسائل إعلام متعددة. يذكر بأن أيضا هناك حضور لعدد كبير من وسائل الإعلام العربية والغربية التي جاءت لتشارك في تغطية هذا الحدث الانتخابي في سوريا. لقاء مع التلفزيون السوري السيد وزير الخارجية وليد المعلم، ونلاحظ أيضا في مبنى وزارة، إذا نستمع إلى السيد وزير الخارجية. اليوم التاريخي لكي يجدد ما قلناه في جنيف بأن لا أحد في الدنيا يتفوق أو يفرض على الشعب السوري إرادته. اليوم يسجل السوريون إرادتهم الحرة في انتخابات ديمقراطية شفافة تعددية، يسطرون من سيقودهم في المستقبل، يسطرون مستقبلهم بكل حرية وبكل نزاهة. طيب كيف ترددون على المشككين بشرعية الانتخابات الرئاسية اليوم؟ لا أحد هام سوى الشعب السوري، لا أحد يمنح الشرعية إلا الشعب السوري. طيب بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية، هل تتوقعون تغيرا في المقاربة الدولية للملف السوري، وبخاصة لدى حلف العدوان على سوريا باتجاه وقف العدوان على سوريا؟ أولا حلف العدوان سيرى أنه باء بالفشل وأن الطريق أمامه مسدود، واليوم تبدأ سوريا العودة إلى الأمن والأمان من أجل إعادة الأعمار ومن أجل إجراء المصالحة الشاملة. اليوم يبدأ مسار الحل السياسي للأزمة السورية إن شاء الله. طيب سيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين، كيف ترى إلى المعنى الوطني لهذا الإقبال الشعبي اليوم، المشاركة الشعبية الواسعة في انتخابات رئاسة الجمهورية؟ من ينتمي إلى الشعب السوري يفتخر أن هذا الشعب اليوم يبرهن مرة أخرى على صموده، على صلابته، على رؤيته لمستقبل أفضل إن شاء الله. شكرا لك سيد وليد معلم وزير الخارجية والمغتربين. إذن كنا مباشرة مع تصريح السيد وليد معلم وزير الخارجية.